في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أحدكم إمعه، أي تابعا، لا يكونن أحدكم إمعه، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمن هنا، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، من أرض سيناء الطيبة، حيث البقعة المباركة من الشجرة، وحيث تجلى ربنا عز وجل للجبل فجعله دكا، وحيث كلم الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام تكليما. من هنا، من مدينة السلام وأرض السلام وبلد السلام، نبعث رسالة للدنيا بأسرها، مؤكدين أننا أهل سلام وسنظل، وأن ديننا هو دين السلام، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام، وأن تحيتنا في الدنيا وفي الآخرة هي السلام، وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. غير أن السلام الذي نتحدث عنه هو السلام بمعناه الحقيقي، سلام العزة، سلام الشرف، سلام الكرامة. فالسلام الحقيقي هو الذي له قوة تحميه وتحرسه، وإلا كان ضعفا واستسلاما وانهزاما. وفي كل مرة تطأ قدمي أرض سيناء جنوبا أو شمالا أو وسطا، وأقف كما نلاحظ جميعا ونتأمل في جبالها الراسخة الشامخة، أتذكر أمرين: الأول شموخ قواتنا المسلحة الباسلة على مدار تاريخها الطويل، وشموخ هذا الشعب العظيم الذي عبر عنه الحجاج الثقفي، وهذا الأمر الآخر، عندما قال لجنوده: اتقوا في أهل مصر ثلاثا، إياكم وأهل مصر في ثلاث، اتقوا فيهم ثلاثا: عرضهم وعرضهم ودينهم. فإنكم
لو اقتربتم من أرضهم لقاتلتكم صخور جبالهم. فإنكم لو اقتربتم من أرضهم لقاتلتكم صخور جبالهم. فالأرض تقاتل إلى جانب أصحابها وفاء متبادلا. هذه الجبال الشم ورجالنا الأبطال من أبناء قواتنا المسلحة لا يمكن أن يمكنوا أحدا على الإطلاق من ذرة رمل من تراب هذا الوطن ما دام فيهم أو في أحد من أبناء هذا الشعب نفس يخرج منه. إياكم وأرضهم. فإنكم إن اقتربتم من أرضهم لو اقتربتم من أرضهم لقاتلتكم صخور جبالهم. وإياكم وعرضهم ونساءهم. فإنكم لو اقتربتم من نسائهم وأعراضهم لافترسوكم كما تفترس الأسد فرائسها. وإياكم ودينهم. فإنكم لو حاولتم أن تفسدوا عليهم دينهم لأفسدوا عليكم دنياكم. خير أنه سلام الأبطال وقوة الشجعان أيضا. فجيشنا الأبي، وهذا من سر توفيق الله له وشموخه وإبائه، أنه لم يكن يوما ما عبر تاريخه الطويل لا ظالما ولا باغيا ولا معتديا ولا طامعا في أرض أحد ولا في ثروات أحد، ولم يكن جيشا مخربا ولا مدمرا، إنما هو كما يوصف بصدق يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، ليس كفعل الهدامين. نحن في ثقافتنا في جيشنا وفي مصرنا وفي ديننا تأدبنا بأدب القرآن، حيث يقول رب العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم. فنحن شعب أصيل وجيش أصيل، نفسه أبية وعينه ممتلئة، لا تمتد عينه إلى خيرات غيره، لا يطمع في ثروات الآخرين. جيش يبني ولا يهدم، جيش عزة وكرامة وشعب عزة وكرامة. الرسالة الثانية أيضا، ونحن هنا في سانت كاترين للعام الخامس على التوالي، وفي كل عام نبني ونعمر ولا نعرف إلا البناء، لسنا كهؤلاء الهدامين المخربين. فديننا دين البناء، وثقافتنا ثقافة البناء والتعمير، وسنظل نبني ونبني لنبني ونكمل مسيرة الآباء والأجداد. وهنا يقام الملتقى أيضا للعام الخامس على التوالي تحت عنوان واحد استقر في وجداننا جميعا: ملتقى تسامح الأديان. والحقيقة يمكن لكثيرين أن يتحدثوا عن تسامح الأديان، ولكن كثيرين رغم حديثهم عن التسامح الديني إلا أنهم عند التطبيق على أرض الواقع يجدون اختلافا كثيرا. يأتي هذا الملتقى بهذا الوجود، بهذه القيادات والقامات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والوطنية بكل أطيافها على قلب رجل واحد، في لقاء تجتمع فيه الواعظات والراهبات، يجتمع فيه الشعب المصري دون تمييز، لنبعث رسالة أيضا أننا تجاوزنا مرحلة التنظير إلى مجال التطبيق العملي، لنؤكد أيضا على أن هذا التسامح
ليس حديثا. إذا كان بعض الناس أو بعض الدول تتحدث عن التسامح منذ عام أو عامين أو عشرة أعوام، فهذا المكان بتعانق المآذن مع الكنائس والمسجد مع الدير، من هنا من مدينة سانت كاترين إلى مصر القديمة حيث مسجد سيدنا عمرو بن العاص، إلى جوار الكنيسة المعلقة، إلى جوار المعبد اليهودي، قرون شامخة من الزمان تشهد على هذا التسامح، وأن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه والتابعين وأهل العلم لم يهدموا دار عبادة قط، بل إن ديننا أمرنا بحماية دور العبادة، وأخرجنا في ذلك مؤلفا كاملا تحت حماية دور العبادة، كل دور العبادة، لنؤكد أن رسالتنا هي رسالة السلام، وأننا نحمل سلاما حقيقيا وتسامحا حقيقيا وليس تسامحا شكليا، مقتدين في ذلك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسخ لفقه العيش المشترك عندما ذكر اليهود قبيلة قبيلة، إن يهود بني عوف ويهود بني ساعدة ويهود بني جشم مع المؤمنين أمة واحدة. نعم أمة واحدة. وقبل أن يقول للمسلمين دينهم أنصف غير المسلمين وقال لليهود دينهم، في أعلى درجات التسامح والإنصاف الإسلامي من نبي الإسلام. فديننا دين التسامح، ومصر بلد التسامح، وملتقانا ملتقى التسامح. وأكدت أننا في عصر ما بعد الدولة الحديثة ينبغي أن نتخلص من فقه ما قبل بناء الدولة الحديثة إلى فقه بناء دولة المواطنة، وأكدنا حتى على عدم استخدام مصطلح الأقلية والأغلبية إلى مصطلح الدولة الوطنية التي لا ينظر فيها إلى أقليات وأغلبيات، وإنما ينظر فيها إلى أبنائها نظرة واحدة تحكمها الحقوق والواجبات، وهو ما نسميه بالمواطنة المتكافئة المتناظرة بين أبناء الوطن جميعا، انتقالا من مصطلح دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة الحديثة، ومن فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد بناء الدولة الحديثة، لأننا نعيش في عالم تحكمه قوانين دولية ومعاهدات واتفاقيات، ولا يمكن لإنسان أن يعيش بمعزل عن عالمه، وإلا جعلنا شبابنا وأبناءنا يصطدمون بواقع صعب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. عندما نتحدث عن بناء الدول فالأمر ليس فسحة ولا نزهة، وإنما يحتاج إلى تجربة وخبرة طويلة. فالأمم لا تبنى بالكلام، الأمم تبنى بالعمل، تبنى بالتعب، تبنى بالجهد، تبنى بالعرق، تبنى بالبذل، تبنى بالتضحية. وأيضا عندما تحدثنا أن جيشنا عبر طريقه الطويل لم يكن باغيا ولا معتديا ولا ظالما، لإدراكنا أن الأمم أيضا لا تبنى إلا على القيم والأخلاق، وأن الدول التي لا تقوم على القيم والأخلاق الإنسانية المشتركة
ستسقط إن اليوم وإن غدا، بل إنها تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها. الدول أيضا تبنى على القانون والدستور، تبنى بالقانون، فالقانون يعني العدل ويعني الأمن، وبديل القانون هو الفوضى. ويكفي أن يقال في دولة إنها دولة بلا قانون أو مجتمع بلا قانون، قانون حاكم. وهذا ما جعل رسول الفرس يقول في سيدنا عمر بن الخطاب: أمنت لما أقمت العدل بينهم؟ أمنت والعدل بتطبيق القانون بلا استثناءات، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت. وعلى كل المراحل وفي كل المستويات، عدل المعلم بين طلابه، عدل مدير المدرسة بين أساتذته، عدل مدير المستشفى بين أطبائه، عدل مدير مجلس المدينة أو القرية بين موظفيه، عدل الأب بين أبنائه، عدل صاحب المصنع بين عماله، العدل بمعناه الكامل. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرية العين هاديها، كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم أخفت قويا ينسني تيها. فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته عند الخصومة والفاروق قاضيها، ولا القوي قويا رغم عزته وإن تخاصم راعيها وواليها. فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته عند الخصومة والفاروق واليها، ولا القوي قويا رغم عزته وإن تخاصم راعيها وواليها. الدول تبنى بالعدل وبتطبيق القانون. الدول أيضا لا تبنى بلا وعي، لأننا مستهدفون. وهذا ما أختم به: الحرب اليوم غير حرب الأمس. الأمس كانت حروبا تقليدية، وكانوا يسمون الجيش خميسا لأنه ينقسم إلى 5 كتائب: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميصرة والقلب. وهذا ما جعل المتنبي يقول: خميس بشرق الغرب زحفه، جيش ممتد بشرق الأرض ميمنته وميصرته، وفي أذن الجوزاء منه زمازمه. لكن الأمر تغير الآن، وأصبحت الحرب المعلوماتية والحرب الفكرية والحرب النفسية هي المقدمة في عصرنا الحاضر، لأن الإتيان على الدول من داخلها أقل كلفة من الحروب العسكرية التقليدية. وأي عدو الآن، والدول الأعداء، كل دولة تحاول أن تهزم خصمها نفسيا حتى يكون لقمة سائغة لهزيمته عسكريا. الدول الآن وأصبحت الحرب النفسية كتائب محددة، كما يكون هناك سلاح المدفعية وسلاح المشاة وسلاح الطيران، وهناك سلاح الحرب النفسية. لكن بعض الدول تمويها تعطيها أرقاما حتى لا تلفت النظر إلى ذلك، لكن هذا مما يتطلب وعيا بحروب العصر الحديث. فالمقاومة ليست عسكرية فحسب ولا أمنية فحسب، بل هي معركة وعي في المقام الأول. لكن لماذا نحن مستهدفون؟ لأن لنا تاريخا عريقا، ولأن أحدا لا يمكن أن يلوي ضراع هذه المنطقة ما دامت مصر القوية شامخة، فهي حصن وطنها وأمتها ومنطقتها، ولا سلام للمنطقة بلا مصر قوية. ونؤكد: مستهدفون لأن لنا حضارة عريقة، لأن لنا جيشا قهر عدوا كان يقال إنه لا يقهر، لأن بأبنائها كما قال الحجاج: لو اقتربتم من أرضهم لقاتلتكم صخور جبالهم. نقول: ولا يقذف بالأحجار إلا الشجرة المثمرة، ولا يقذف بالأحجار إلا الشجرة المثمرة، ولا يقذفها إلا الصبيح. ولا يقذف بالأحجار
إلا الشجرة المثمرة ولا يقذفها إلا الصبية، أما الرجال فيستحون ولا يحوم اللص إلا حول البيوت العامرة، فإن حام حول البيت الخارب كان سيد البلهاء، ومصر عامرة بفضل الله، بفضل من قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ستظل عامرة، لكن علينا أن نكون على استعداد للعمل والبذل والتضحية بالفعل، فالأمم تبنى بالعمل والجهد والعرق والوعي، والوعي بالمخاطر والتحديات، وعلى كل منا أن يؤدي دوره كما علمنا سيدنا رسول الله، أن نبدأ كل واحد منا بنفسه، لا يكون أن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، ولا بد أن نأخذ على يد الخونة والعملاء والمأجورين والمحبطين والميئسين بحسم، لأننا في سفينة تنجو بنا جميعا إن شاء الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا طلبوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لنأخذ منه الماء ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. ومن هنا نوجه رسالة لكل أب ولكل أخ ولكل معلم، لا تترك أبنائك للشائعات، للأكاذيب، للإفطاءات، للأراجيف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، للوالد والمعلم ولكل مسؤول فينا، لأن السفينة لا قدر الله إن أصابها عطب لم تقع بالمخربين فقط، وإنما هلكت بكل من فيها. وعندما في الأصل أيضا أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يخسفوا قرية ما، فقالوا يا رب إن فيها فلانا الصالح، قال ابدأوا به إنه رأى الباطل ولم يتغير وجهه لأجلي. وهنا في هذه المرحلة لا يكفي أن تكون صالحا في نفسك، إنما ينبغي أن نتحول من حالة الصلاح إلى رسالة الإصلاح، فرسالة الأنبياء الإصلاح، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون، فنحن نحتاج إلى الإصلاح، والإصلاح أن نبذل أو أن يبذل كل منا أقصى طاقته في خدمة دينه ووطنه ومجتمعه والإنسانية. أسأل الله أن يجعل مصرنا هذه، بلدنا هذا، أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم من أراد مصر بسوء فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل العاقبة عليه لا له. اللهم عاملنا بفضلك وكرمك، اللهم عاملنا بفضلك وكرمك، ولا تؤاخذنا بما فعل المخطئون منا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، واقض اللهم حوائجنا، واجعل رزق أهل مصر واسعا في البر والبحر والسهل والجبل، وأمنا في أوطاننا وحيث كنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر.